السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم على قناة مستر تكنولوجي. أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف أقدم لكم فيه درس رائع، وهو طريقة تفعيل الباي بال، أو بالأحرى إنشاء باي بال مفعل 100%. كل ما عليك القيام به هو اتباع جميع الخطوات، وجميع الروابط ستجدها أسفل الفيديو. أولا تدخل إلى رابط باي بال الأمريكي الذي ستجده أسفل الفيديو، ثم هنا تسجل حساب، نضغط على sign up for free، نضغط هنا، ننتظر. كما ترون نضغط على personal account، حساب شخصي وليس بزنس اكاونت. نضغط على نيكست هنا، ننتظر. كما ترون تظهر لك هذه الواجهة، انت مع عندي ضعيف، تظهر لك هذه الواجهة هنا. كل ما عليك القيام به هو الذهاب الى الموقع الثاني الذي ستجده اسفل الفيديو، والذي يعطيك هوية امريكية. كما ترون هذا هو الموقع، كما ترون هنا تقوم بالضغط على رجل او مرأة كما الجنس الذي تريده، وهنا امريكا وهنا يونايتد ستيت. كما ترون تضغط على جينيريت ثم تنتظر. كما ترون اعطاك هوية امريكية، كما ترون هذا هو الشخص. نقوم بنسخ البيانات، كما ترون نذهب الى الباي بال الفيرست نيم، كما ترون نضغط هنا، نقوم بنسخ هذه الاسم الثاني كما ترون، والايميل نقوم انا سوف اقوم بايميل عشوائي، سوف ادبي لا مهمل، انت تقوم باضافة ايميلك الحقيقي كما ترون. كما ترون اختار انشاء بريد عشوائي، ننتظر، نقوم بنسخه، نذهب الى باي بال، نقوم بلصقه هنا، هنا نقوم بانشاء باسورد ثم نضيفها هنا. كما ترون ثم نضغط هنا، يقول لي الباسورد غير صحيح، سوف اغيره. كما ترون لما نقوم بالضغط على next، ننتظر. هنا نقوم بنسخ البيانات من هذا الموقع الذي أخذنا منه الهوية، نضغط هنا، هذه الأدرس، نقوم بلصقها هنا، نعود إلى الموقع، نأخذ السي تي من هنا، ثم نذهب إلى باي بال، كما ترون السي تي هنا، كما ترون، ثم هذه أي كي، نقوم هنا ب
بالضغط على اي كي هنا كما ترون، ثم نكتب الزيب كود، هذا هو الزيب كود، نضعه هنا كما ترى. نأتي في رقم الهاتف، رقم الهاتف سوف أضع لكم الموقع الرابع الذي سوف تأخذ منه رقم الهاتف، يعطيك رقم أمريكي. نقوم سوف أوقف الفيديو، تقوم بالتسجيل فيه عادي بالفيسبوك أو بالإيميل، سوف أسجل ثم أعود. قد سجلت كما ترون، سوف يعطيني رقم أمريكي، ننتظر. كما ترون هنا نقوم بكتابة أي ثلاث أرقام ثم نضغط continue. كما ترون هذا هو الرقم، نقوم بنسخه كما ترون. مثلا نقوم بنسخ الرقم، نأخذه إلى باي بال. كما ترون لقد نسخت الرقم، نقوم بالضغط على هذه الأيقونة هنا ثم نضغط على agree and create account، ننتظر. كما ترون لقد نجحنا في إنشاء الباي بال، نقوم بالضغط على كما ترون، نذهب الى باي بال. نقوم بالذهاب الى وولت لكي نقوم بإضافة كما ترون، نقوم بلينك اند اكارت اور بانك، نضغط عليها لإضافة بطاقة مصرفية، نضغط على هذه الأيقونة هنا ثم نذهب الى الموقع الخامس الذي ستجدونه اسفل الفيديو، نضغط عليه، ننتظر. نقوم بلصق الكود الذي ستجده اسفل الفيديو، ثم تقوم بالتعليم على هذه الخيارين، ثم تضغط على هذه الايقونه هنا، تظهر لك هذه العديد والعديد من الماستر كارد الذي يمكنك بها تفعيل حسابك في الباي بال. كل ما عليك القيام به هو نسخها ولصقها في حسابك في الباي بال. سوف انسخها. نقوم بنسخها هنا ثم نأخذها إلى باي بال، نقوم بالضغط بلصقها هنا، كما ترون نقوم بلصق تاريخ انتهاء البطاقة. ألفين وواحد وعشرون. نعود إلى باي بال، و سيكوريتي كود نأخذه هنا من هنا أيضا كما ترون، 302 كما ترون، ونضغط لينك كارد، ننتظر كما ترون، ننتظر. كما ترون لقد قال ان الباي بال لقد تفاعل من هنا كما ترون ببطاقة ماستر كارد كما ترون، الباي بال مفعل.
ويمكنك تفعيل برقم الهاتف الذي ذكرناه سابقا كما ترون. كما ترون نقوم بتفعيل ايميل من هنا وتفعيل رقم الهاتف. هذه الامور سهلة كما تعرفون. تقومون بالذهاب الى الايميل وتفعيل الايميل وتفعلون رقم الهاتف. سوف يأتيكم كود هنا للموقع كما ترون. هذا هو الموقع. هذا الموقع يأتيكم كود هنا تفعلون به حسابكم باي بال وتفعل الايميل، وهنا يكون باي بال مفعل 100%، ويمكنك الشراء به عبر الانترنت واستقبال الاموال وارسال الاموال. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم. لا تبقى علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. آسف لأن الفيديو قد تأخر لهذه المدة، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. إلى اللقاء.